لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول رمضان والصيام والاستعداد له، ومئة حديث عن الصوم ورمضان. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صوم شعبان وما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له وفضل ليلة نصفه. قد ذكرنا المرة السابقة مقدمة سريعة عن أهمية الاجتهاد في العبادة في شهر شعبان من خلال حديث أسامة ابن زيد، ونستكمل بعض الفوائد التي حول هذه الأحاديث. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. أسامة رضي الله عنه قد لاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الصوم في شعبان، فهو يسأل ويتساءل عن السبب وراء ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك شهر تغفل الناس عنه، أو تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. هذا الحديث فيه عدة فوائد، أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على أحواله، فهم يسألون يريدون القرب أكثر وأكثر منه صلى الله عليه وسلم، والتعرف على سنته والعمل بها بعد ذلك، ثم نقل ذلك للأمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، فيه فائدة، وهي أن شهر شعبان شهر غفلة عند كثير من الناس، لأنه وقع بين شهر فاضل وهو شهر رمضان، وشهر حرام وهو شهر رجب، فاهتم الناس بالشهرين وأهملوا شهر شعبان، مع ضرورة الاجتهاد فيه في الطاعة، وبينا في المرة السابقة سبب ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فيه دليل على علو الله عز وجل. الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ليس في الأرض وليس في كل مكان، وليس قد حل بمخلوقاته كما يقول ضلال الصوفية، وإنما هو مستو على عرشه سبحانه وتعالى على علوا يليق بجلاله وكماله. ومن دلائل هذا العلو الرفع والصعود، رفع الأعمال إليه وصعودها إليه سبحانه وتعالى. ورفع الأعمال كما ذكرنا على مراتب، هناك رفع أو عرض يومي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار كما في الحديث الصحيح، وهناك عرض أسبوعي تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب صيامهما. وهناك العرض أو الرفع السنوي الذي يكون في شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيه دليل على استحباب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهو كالسنة القبلية لرمضان كما قال العلماء، وأن الصيام من أسباب قبول الأعمال، وقد سبق معنا أن الصيام يشفع لصاحبه. وفي قوله: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل عمل بلا شك، ومع ذلك أحب أن يكون معه شفيع وهو الصيام، فنحن أولى بذلك بلا شك، أن تكون لن يكون لنا شفيع يشفع لنا حينما تعرض أعمالنا على الله عز وجل. وهذا الرفع إذا تأمل الإنسان فيه وتفكر
دفعه إلى الاجتهاد في تجويد التوبة وتحسينها ومحاسبة النفس، لأن أعمالك تعرض على الله وترفع إليه. أعمال العام الذي فات من بحسنها وسيئها تعرض على الله عز وجل في أيام هذا الشهر المبارك، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويتنصل من ذنوبه بالتوبة الصادقة، وأن يكثر الاستغفار، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن أعمالك ترفع إلى رب العالمين وتعرض عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول: ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول: ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان، كان أحب الصوم إليه في شعبان، أو كان أحب الصوم إليه في شعبان. رواه أحمد الطبراني وحسنه الألباني. هذا فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وخصوصا الصيام، حتى يظن الصحابة أنه لا يفطر، وصيامه صلى الله عليه وسلم أعدل الصيام وأفضل الصيام، فلم يكن يستكمل شهرا من الشهور سوى شهر رمضان، يصوم أغلب أيام الشهر الذي يصومه، ولكن لا يستكمل الشهر صياما. ولعل البعض يسأل ويقول: فأين صيام داود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان رسول الله يصوم صوم داود؟ والإجابة نقول أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صيام داود في حقه هو، لأنه كان مشغولا بأعمال أخرى من تعليم الأمة ونشر الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد كان أحيانا يواصل الأيام والليالي، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يقال لا يصوم، فهديه أكمل الهدي. وأما في حق غيره فخير الصيام وأفضل الصيام صيام داود، كما هو ثابت في السنة، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: وعنها، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية أخرى قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وفي رواية لأبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وفي رواية للنسائي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان، كان يصومه أو عامته. وفي رواية البخاري ومسلم قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان، كان يصله برمضان. وعن معاذ ابن جبل، هذا حديث آخر يعني في فضيلة أخرى سيأتي. هذه الأحاديث برواياتها تدل على شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في شعبان، حتى قالوا كان يصوم شعبان كله، وهذا محمول على الغالب في أقوال الصحابة وعائشة رضي الله عنهم أنه كان يصوم شعبان كله، يعني أكثره، لأن هذا واضح في قولها: ما استكمل صيام شهر قط سوى رمضان، أو إلا شهر رمضان، لم يكن يستكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، وأما غيره من الشهور فكان يصوم في شعبان أكثر. وفي قولها كان يصله برمضان، فهذا فيه دليل على جواز وصل شعبان برمضان. طيب، النهي عن صيام يوم الشك، وحديث: لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين،
نعم ايه اللي هو ايه فوش حاجة هذا فيما لم تكن له عادة في الذي يصوم احتياطا لرمضان. إنسان خايف ان مثلا الناس اللي طلعوا يشوفوا الرؤية مثلا يغلطوا يحصل خطأ، فبيصوم يوم احتياطي قبل رمضان او يومين عشان يبقى ضامن كده ان هو ما حصلش خطأ او صام رمضان كله. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصيام يوم او يومين. وفي الحديث الا ان يكون صوما يصومه احدكم فليصم ذلك اليوم. إذن من كانت له عادة بالصيام الاثنين والخميس، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم أكثر شعبان، فلا حرج عليه أن يصل شعبان برمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من صام احتياطا لرمضان فلا يجوز له أن يفعل ذلك. لذلك نقول جواز وصل شعبان برمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصمه احتياطا وإنما صام ذلك عادة له، كانت هذه عادته في الصيام. فالذي يصومه اقتداء يجوز له ذلك ولا يمنع من ذلك. يعني إنسان مثلا أفطر من شعبان الأيام الخمس الأولى، خمسة أيام من أوله، وصام بقية شعبان، يجوز له ذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم أكثر شعبان. أو مثلا يفطر كل جمعة ويصوم باقي الأيام، فهذا ربما يصل أيضا رمضان بشعبان أو شعبان برمضان، فلا شيء عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. هذا فيه دليل على أن الذي يصوم صوما متواصلا أقل في الأجر مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يريد أن يجتهد في الصيام فيصوم أشهرا متوالية، يصوم الشهر كله، الشهر اللي بعده كله، بعده كله، هذا أقل في الأجر من أن يفعل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن أفضل الصيام صيام داود، أحب الصيام إلى الله ولا أفضل من ذلك. فالذي يصوم صيام داود هو أكثر الناس أجرا، الذي أكثر عن صيام داود فإنه خالف الأفضل وبالتالي يقل في الأجر. الذي يستكمل شهرا من الشهور صياما أقل في الأجر ممن صام فيه وأفطر بعض الأيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هديه هو أكمل وأفضل الهدي. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، يعني من أكثر الشهور التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر شعبان. وقد أجبنا على سؤال أيهما أفضل، الصوم في المحرم أم الصوم في شعبان، قد ذكرنا ذلك الدرس الماضي، صح ولا لا؟ نعم. والصوم في شعبان أيضا محبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أبي داود كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. فالذي يكثر من الصيام في شعبان مقتد برسول الله، محب له، لأنه كان يحب الصيام في شعبان ويكثر منه أكثر من غيره من الشهور. وقولهم كان يصوم شعبان كله هذا محمول على أكثره وأغلبه كما قال العلماء وكما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. وفي قولها أو في حديث خذوا من العمل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، نقل الشيخ الألباني رحمه الله في تفسير هذه العبارة خذوا من العمل ما تطيقون، يعني تطيقون الدوام عليه بلا ضرر، تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وهذا أصل من أصول التهذيب والتربية. أي إنسان يريد أن يضع لنفسه برنامجا تعبديا لابد أن ينتبه لهذا الأصل، وهو أن يأخذ من العمل ما يطيق حتى لا يمل ويترك العمل كله بعد ذلك. يعني ولو كان قليلا أخذ عملا قليلا وداوم عليه، هذا أفضل من العمل الكثير المنقطع. خذوا من العمل ما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفي قوله فإن الله لا يمل، ما معنى هذه العبارة؟ يقول قال النووي رحمه الله الملل والسآمة بالمعنى المتعارف عليه
المعنى المتعارف عليه في حقنا محال في حق الله تعالى. الملل والسآمة بالمعنى المتعارف عليه في حقنا محال في حق الله تعالى. طيب إيه معناها؟ ثم ذكر ما قاله المحققون معناه، يعني لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم أو حتى تقطعوا عملكم. يعني إذا مللت أنت وقطعت العمل قطع عنك الثواب. لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. هذا تفسير. التفسير الثاني لا يمل الله، فإن الله لا يمل، يعني لا يمل إذا مللتم، وحتى بمعنى حين، يعني إذا مللت أنت فالله لا إيه؟ لا يمل، يبقى حتى هنا بمعنى حين لا يمل إذا مللتم، وحتى هنا بمعنى حين. وقوله ما دوم عليه من المداومة، ويروى ما ديم عليه، يعني ما داوم عليه الإنسان. وهذا يفتح الباب للجميع للتقرب إلى الله بأحب الأعمال، لأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها الإنسان. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. صححه الألباني. وهذا الحديث مما اختلف فيه العلماء، منهم من يرى ضعفه كالشيخ ابن باز مثلا، ومنهم من يصحح الحديث كالشيخ الألباني. فمن رأى ضعف الحديث لا يرى لهذه الليلة فضيلة، ولا يقول بجواز الاجتهاد فيها في العمل الصالح كالقيام مثلا. ومن يصحح الحديث يرى فضيلة هذه الليلة ويقول بمشروعية الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الليلة. طبعا ليلة النصف من شعبان ليبقى يوم كام؟ يوم 14 بالليل، يعني النهار هو 14، يبقى الليل اللي جاي ده هو ليلة الايه؟ ليلة النصف، لأن الليلة تأتي قبل اليوم كما ذكرنا. يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه، وهذا إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا فيه أثر المشاحنة في الحرمان من المغفرة، أثر المشاحنة في الحرمان من المغفرة. وقيل في تفسير المشاحنة أن المقصود بالمشاحنة والشحناء هنا أهل البدع، أو أنها تشمل ذلك وتشمل ما يكون من أهل العداوة والبغض والحقد والحسد وسائر الأمراض القلبية، فهؤلاء حرموا من المغفرة بسبب فساد قلوبهم. فلذلك على الإنسان أن ينقي قلبه ويصفيه ويعفو عن الناس ويتسامح حتى يحصل هذه المغفرة. فلو فعل ذلك ولم يكن من الطرف الآخر مثل فعله فقد أبرأ ذمته. يعني لو فرضنا إنسان بينك وبينه شحناء، فأنت اتصلت به أو قابلته وطلبت منه المسامحة واعتذرت له، وربما يكون هو المخطئ، لكن هو يصر على ما هو عليه من التدابر والتقاطع، فالإثم عليه لا عليك، لأنك قد فعلت ما في وسعك. وفيه كذلك أن الشرك محبط للأعمال لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الشرك لا أجر لهم على أعمالهم في الدنيا إلا ما يؤتوه من المال والصحة والولد ونحو ذلك، وأما في الآخرة فلا أجر لهم على أعمالهم التي فعلوها، فهم يحرمون من هذه المغفرة بسبب ما هم عليه من الشرك والعياذ بالله تعالى. قال: الترغيب في صوم 3 أيام من كل شهر سيما الأيام البيض، سميت كذلك لبياض لياليها لأنها مضيئة،
يكتمل القمر فيها فيقال الأيام البيض، وهذا من باب المجاز، وإلا فالليل هو المضيء وليس الأيام. ولذلك استدرك بعض العلماء وقال يعني يقال الليالي البيض وليس الأيام البيض، لكن لأن الصيام إنما يقع في الإيه؟ في الليل، إنما لأن الصيام يقع بالإيه؟ في النهار، فلذلك قيل الأيام البيض، والمقصود ليالي الأيام البيض، المقصود ليالي الأيام البيض، اللي هي ليلة الرابع عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، 13 و 14 و 15. وهذا التنويع رحمة من الله عز وجل بعباده، لم يجعل الصوم نوعا واحدا بل تعددت أنواعه وأوراده، حتى إذا عجز الإنسان عن صوم نوع من الأنواع فيتيسر عليه صوم غيره، لأنه ليس يسهل على الإنسان مثلا أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو مثلا يصوم الاثنين والخميس 8 أيام في الشهر، فيأتي هذا الورد من الصيام مناسبا لجميع الناس، لو صيام كام 3 أيام بس، ما تصوم 3 أيام في الشهر، هذا صوم يسير خفيف على الإيه؟ على النفس، يسهل على الإنسان فعله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ولذلك أوصي إخواني ألا يقل صيامنا كل شهر عن 3 أيام، يعني لو لم تكن مجتهدا مثلا في الصيام تصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا تقل عن هذه الثلاثة. ليه؟ لأن صيامها يعدل ويساوي ثواب صيام الدهر كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن أوتر أو بألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر، ورمضان ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني. قال وشهر الصبر هو رمضان، وحر الصدر غشه وحقده ووساوسه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشرة أيام. وفي رواية من صام 3 أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر، أو فله مثل أو فله صوم الشهر، فله صوم الشهر. وعن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، يعني يصوم صوما متواصلا، فقال وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا فثلثيه؟ قال أكثر. قالوا فنصفه؟ قال أكثر. ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي وصححه الألباني. ثم سيذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وبعدها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له إذا صمت من الشهر 3 فصم 3 عشرة و14 و15. رواه أحمد وحسنه الألباني.
وفي رواية ابن ماجه فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام. وعن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال وقال هو كهيئة الدهر. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. رواه النسائي وحسنه الألباني. هذه الأحاديث فيها فوائد إخواني. أولها في قول أبي هريرة وأبي الدرداء أوصاني، كلاهما قال أوصاني، هذا فيه تعاهد الأتباع والطلاب بما ينفعهم من الوصايا خاصة ما يتعلق بأمر الآخرة، تعاهد الأتباع والطلاب بما ينفعهم من الوصايا خاصة ما يتعلق بأمر الإيه؟ بأمر الآخرة. وفي قول أبي هريرة خليلي، وفي قول أبي الدرداء حبيبي، هذا يدلك على ماذا؟ على شدة حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخلة من درجات المحبة، يتخلل حبه القلب، والحب كذلك درجة هي أقل منها، فهذا يدل على شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحب كان العمل، لأن محبة لا يتبعها عمل، صح معي، محبة لا يتبعها عمل، محبة ناقصة. لو قال رجل لآخر أو قالت امرأة لزوجها أنها تحبه وتموت فيه حبا ثم هي لا تفعل ما يأمرها، هذا دليل على عدم صدقها. فلو كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر ذلك في أفعالك، في أقوالك، في هيئتك، في سلوكياتك ومعاملاتك ونحو ذلك. لذلك نقول من دلائل المحبة العمل بالوصايا، من دلائل المحبة العمل بالوصايا. وتجد هذه الوصية وصية مقتضبة، يعني وصية قصيرة، 3 حاجات: صوم 3 أيام، 2 ركعة ضحى، صلي الوتر قبل ما تنام. سهلة تحفظ ولا صعبة؟ وهذا إرشاد تربوي، أن المربي ليس يلزم دوما أن يكثر الوصية ويطيل الوصية حتى يسهل حفظها. لذلك نقول لا يلزم دوما الإكثار من الوصية أو فيها، بل التقليل مدعاه للتذكر وأعون على العمل، التقليل مدعاه للتذكر وأعون على العمل، يبقى سهل أنه يفتكرها وسهل أنه يعمل بها. ولذلك عليك أن تتدرج مع طلابك في الوصايا وفي الأعمال الصالحة وفي فضائل الأعمال، لا تكثر عليهم فيملوا ويتركوا العمل كله، وإنما تدرج معهم. وفي الترغيب في هذه الأيام الثلاث أو في صيام هذه الأيام الثلاثة، هذا يعني يجزئ فيها أي 3 أيام، يعني من صام أي 3 أيام في الشهر فله هذا الأجر، لكن الأفضل صيام هذه الأيام المذكورة، لو صامها متصلة أجزأه، ولو صامها متفرقة أيضا أجزأه، لأنه يصدق عليه أنه صام 3 أيام من كل شهر. ذلك نقول يجزئ صيام أي 3 أيام من الشهر، والبيض أفضل للتنصيص عليها. يعني من صام مثلا يوما من كل 10 أيام يبقى في الشهر كام؟ ها ما تركزوا شوي، 3. أو مثلا صام أول 3 أيام من الشهر، أو صام آخر 3 أيام من الشهر، أو صام الثلاثة في وسط الشهر. على كل هذه الأحوال يجزئه هذا الصيام، والأمر واسع، ولكن الأفضل 13 و14 و15. في قوله لأبي هريرة صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، هذا فيه استحباب صلاة الضحى ومشروعية المواظبة عليها على الراجح، لأن بعض أهل العلم قالوا تفعل ولكن لا يواظب عليها، يعني يصليها إيه؟ أحيانا يصليها، لكن هذا الحديث دليل على مشروعية المواظبة، لأنه قال إيه؟ لا أدعهن. ف
فهذا يدل على هذا القول وأنه يشرع أو استحباب صلاة الضحى ومشروعية المواظبة عليها والمداومة عليه يصليها كل يوم. وأن أوتر قبل أن أنام، أي وقت أفضل لصلاة الوتر؟ الثلث الأخير. طب ليه قال له أوتر قبل أن ينام؟ بالحزم، لأن أبا هريرة هذا الذي يناسبه، لأنه كان يكثر كر الحديث ومذاكرة الحديث، فربما ينام فلا يستيقظ آخر الليل ربما. فلذلك الوصية تكون مناسبة للطالب، كل واحد له وصية تناسبه. هذا توصيه مثلا بأن يكثر من تلاوة القرآن، وهذا توصيه بأن يكثر من الصيام، وآخر توصيه بأن يكثر من العمل الذي فيه نفع للناس الذي يسمى بالأعمال الاجتماعية ونحو ذلك. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الوصية. لكن في الأصل هذه الوصية الوتر قبل النوم ليست عامة، لأن أفضل وقت لصلاة الوتر هو آخر الليل، أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل، لأنها ساعة التنزل الإلهي، ساعة يستجاب فيها الدعاء. لكن في حق من وثق عن يعني في القيام، من وثق أو تيقن أن يقوم آخر الليل، فالأفضل إيه؟ أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. أما من خشي ألا يقوم فليوتر قبل أن ينام، وهذا في حقه أفضل. لذلك في الحديث الذي يوتر قبل أن ينام حازم، وقد ذكرناه قبل ذلك. لذلك نقول الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل أو ثلث الليل الآخر، إلا لو خشي ألا يقوم أو كان هذا غالب حاله فعليه أن يوتر قبل أن ينام. وفي قوله لا أدعهن أو لن أدعهن ما عشت، هذا يدلك على صدق الصحابة في العمل بالوصايا النبوية، صدق الصحابة في العمل بالوصايا النبوية. وأحب العمل إلى الله كما سبق معنا ما داوم عليه صاحبه. لذلك ارفع هذا الشعار حينما تبلغك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع هذا الشعار لا أدعهن ما عشت إذا كان ذلك بإمكانك، واحرص على المداومة فهي سبب للوصول، كما يقال داوم تصل. كذلك خذ بمبدأ التدرج، فمع يعني المكانة العظيمة الجليلة لهؤلاء الصحابة، ومع ذلك ذكروا من أورادهم في الصيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم قد يكون قد أضاف بعضهم إليها أياما أخرى، لكن لو أن الإنسان واظب على هذا الورد فهذا خير بلا شك، خصوصا وقد جاء في الحديث وصيام حسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام حسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا صوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، وصوم حسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر. وفي قوله أيضا في حديث الآخر صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره، يعني يصوم ويفطر. وهذا فيه عظم فضل الله عز وجل على هذه الأمة الحسنة بعشر أمثالها. فثلاثة أيام من كل شهر يكتب بها للعبد صيام الدهر كله. في حديث ابن عباس صوم شهر الصبر، إيه شهر الصبر؟ لماذا سمي بذلك؟ لأن الصوم من الصبر، يصبر الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة، ويصبر على ألم الجوع، ويصبر على إيذاء الناس، ويصبر يعني على طاعة الله عز وجل. فهذا الصبر سبب لتسمية الشهر بهذا المعنى، وهو من أعظم أسباب إصلاح القلب وتربية المسلم على الصبر. لذلك من المعاني العظيمة التي يحييها رمضان في القلوب معنى الصبر، حتى سمي الشهر به، لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر كلها. ولذا فسر العلماء قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون المقصود بها الإيه؟ الصائمون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يذهبن وحر الصدر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني غشه وحقده ووساوسه،
هذا فيه أثر العبادة في تهذيب النفس وتقويم الأخلاق. أثر العبادة في تهذيب النفس وتقويم الأخلاق. فالصيام بلا شك له أثر عظيم على إصلاح أخلاق الإنسان، ولكن إذا راعى الإنسان حدود الصيام وآدابه، فقد أمر الصائم بالسكينة ونهي عن اللغو والرفث وألا يقابل الإساءة بمثلها، فهذا من أعظم أسباب اكتسابه الأخلاق الجميلة وتطهيره من الأخلاق المرذولة. والصوم كذلك من أعظم علاج أو علاجات الحقد والحسد والوساوس، لذلك نرفع شعار طهر قلبك بالصيام، طهر قلبك بالصيام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر كما في حديث عمرو بن شرحبيل، وصوم الدهر يعني لا يفطر إلا أيام العيد. هذا الأمر قد اختلف فيه العلماء، ولكن الظاهر من السنة أن الأفضل منه صوم داود عليه السلام أن يصوم ويفطر، وهذا من أدلة هذا القول، لأنه لما قيل له رجل يصوم الدهر، هذا فيه حرص الصحابة على تدارس الأحكام ومعرفة الفضائل. رجل من هو؟ رجل خلاص، فيه أن التلميح يغني عن التصريح، المهم نعرف الحكم. وفيه بيان حكم صيام الدهر، فقال وددت أنه لم يطعم الدهر، وددت أنه لم يطعم الدهر. إيه المقصود بقى وددت أنه لم يطعم الدهر؟ معناها إيه؟ أي أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا، يعني وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا. والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى يتمنى له الموت بالجوع. ياريت ناخد بالنا من التفسير ده كما ذكر السندي في حاشيته على سنن النسائي. وددت أنه لم يطعم الدهر، قال أي أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا، والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى تمنى أو يتمنى له الموت بالجوع، حتى يتمنى له الموت بالجوع. قالوا فثلثيه، ثلثي إيه؟ ثلثي الدهر، يعني يصوم تلتين ويفطر إيه؟ تلت. قال أكثر. قالوا فنصفه، قال أكثر. طب ثلثيه أكثر، أكثر دي معناها إيه؟ يعني أكثر من الحد المشروع. اكتب بقى، أكثر من الحد المشروع. طيب دي ماشي أكثر من الحد المشروع، مثلا واحد في الشهر 30 يوم، التلتين يصوم، يبقى هيفطر كام؟ 10 أيام، ده أكثر من الحد المشروع. طب فنصفه، قال أكثر، هو نصفه أكثر ولا مشروع؟ مش يبقى يوم ويوم؟ طب ليه هنا قال أكثر؟ تعال نشوف كده التفسير. قال السندي رحمه الله قوله أكثر أي أكثر من الحد الذي ينبغي، ده في التلت ثلثيه. وأما قوله في النصف أكثر أي هو بناء على النظر إلى أحوال غالب الناس، تمام كده، بناء على النظر إلى أحوال غالب الناس، فإنه بالنظر إلى غالبهم يضعف ويخل في إقامة الفرائض وغيره. يعني غالب الناس لو صام يوم وفطر يوم مش هيقدر، وسيعود ذلك أو أثر ذلك على الإخلال بالفرائض. كتبت دي؟ يبقى قوله في النصف أكثر أي أكثر بناء أو بناء على النظر إلى أحوال غالب الناس، فإنه بالنظر إلى غالبهم يضعف ويخل في إقامة الفرائض وغيره، وإلا فهو صوم داود عليه السلام، وقد جاء أنه أحب الصيام. ده كلام مين قلنا؟ السندي في حاشيته على سنن النسائي. الشيخ الألباني لي تفسير آخر، قال لعل المقصود بعدم شرعية صيام نصفه، نصف إيه يقصد؟ نصف الدهر، إنما هو إذا كان يسرد الصوم فيه لا يفطر، بخلاف ما لو صام فيه يوما وأفطر يوما،
فإنه أفضل الصيام كما في الحديث الآتي بعده ولا سيما ولمسلم في رواية صوم داود نصف الدهر فتأمله جيدا يتبين لك أنه لا تعارض بين الحديثين. يقول خلافا لما ذهب إليه السندي. وفي الحقيقة قول السندي رحمه الله هو الأقرب في تفسير الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان لو صام نصف الشهر وأفطر نصفه فهذا يأخذ حكم صيام داود عليه السلام. يعني لو واحد صام 15 يوم وفطر 15 يبقى كده صام الايه؟ النصف وصام صيام داود عليه السلام. لكن الأفضل نفس الهيئة، كان يصوم يوما ويفطر ايه؟ يوما. لكن بالنظر لغالب الناس وأحوال غالب الناس لا يستطيع الناس صيام نصف الظهر اللي هو صيام داود عليه السلام، والله أعلم. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص فيها فوائد كثيرة، فلذلك نؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم، وهو حديث من الأصول المهمة في تزكية وتهذيب وتربية المسلم لنفسه بلا شك، وضوابط الاجتهاد في العبادة، لأنه ليس دوما كما يظن كثير من الناس الإكثار من العبادة يكون ممدوحا ومحمودا، خاصة إذا ترتب عليه أضرار أخرى في جوانب أخرى كما سيتبين ذلك لنا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.